كابتن احنا لازم نروح ارض الملعب، معانا الزميل محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب ولقاءات مهمه. اتفضل محمد. اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن هيثم، برحب بيك وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي في كل مكان. يعني الف مبروك فوز النادي الاهلي عصرا لكره القدم، وكمان فوز النادي الاهلي مرتبط والفريق الاول كمان النهارده في الدور قبل النهائي لبطوله دوري المرتبط، ويا رب دايما افراح وانتصارات للنادي الاهلي. ومعانا في هذه اللحظات يعني دينامو الجهاز الفني زي ما بيقول كابتن احمد الجرحي المدرب العام. كابتن احمد الف مبروك الفوز النهارده، كان غيابات كتيره لكن النادي الاهلي زي ما بيقول كده، وكان شجاع الاستوديو التحليل النهارده الاهلي بمن حضر. يعني الف مبروك الفوز واداء كبير النهارده. الله يبارك في حضرتك. طبعا برحب بكابتن هيثم وضيوفه في الاستوديو. الحمد لله يعني النهارده احنا بنلعب في ظروف صعبه جدا، في يعني زي ما بيقولوا ظروف استثنائيه. يعني انا هقول مش هقول لك مثلا ان مودي جرحي عنده شد، احنا رايحين النهارده مهيب راجع من شد يعتبر مريحين، واحنا لعبناه 8 دقائق بس. ده طبعا غير ان احمد سرعوي مش معانا من بدايه الماتشات، بتيجي الوباء اللي احنا فيه طبعا تسبب ان احنا معناش ايهاب امين، معناش عمرو الجندي، معناش عبد الفضيل. قدمنا طبعا يعني التماس ان احنا ناجل كعاده كل الاتحادات، طبعا قبل بالرفض. يعني بصراحه مش عايز اتكلم فيه لان لو اتكلمت فيه بصراحه يعني ملوش اي مبرر من وجهه نظرنا. حضرتك انا اقول لك ان اليورو ليج اللي هو يعني اعظم دوري في كره السله يعني بعد الام بي اي، انت من حقك كفريق ان انت تاجل ماتشاتك 3 مرات على مدار الموسم لو عندك اصابتين بس كورونا. فاحنا يقول يعني احنا القانون اللي طلع عندنا قبل يعني يوم ما الاهلي اتصاب 7 كورونا، يعني 7 من قايمه بتضم 15 14 15 لعيب، حاجه صعبه جدا، ظروف صعبه. ان شاء الله هنقاتل، يعني ما عندناش حاجه غير ان احنا نقاتل في كل ماتش، ان احنا نلعب بقوه، نلعب بروح النادي الاهلي سواء مين غايب مين مش غايب. لكن طبعا كل الناس عارفه ان الغيابات دي تعتبر قوه ضاربه في النادي الاهلي. كابتن احمد، برغم كل الغيابات دي وبرغم كل الظروف، لكن الان النادي الاهلي اعتقد اخذ اللي هو محتاجه من المباراه، كمان فوز المرتبط في المباراه اللي سبقت المباراه وفوز الفريق الاول اعتقد قربنا بنسبه كبيره جدا من النهائي. والله مش قادر اقول، يعني انا باللي احنا فيه ده انا ما اقدرش اقول لك ان احنا نقرب ولا ما نقربش. احنا بناخد كل يوم على حده لان احنا مش عارفين بكره الصبح مين ممكن يبقى معانا، مين مش معانا، مين هيلعب مين. لكن يعني نظريا حاجه بتقوله يعني ماشي، ممكن نقول ان احنا الحمد لله قربنا كسكور افريج، يعني كسبنا بمكسب مستريح النهارده، المرتبط كسب، فكلامك سليم 100%. بس في ظل الظروف الموجوده دي والكورونا اللي يعني اللي اصابت لعيبه كتير، انت بين يوم وليله ما بتبقاش عارف مين ممكن لا قدر الله يتصاب. فاتمنى ان ربنا يشفي الجميع وان ربنا يطمن على كل الناس، اهلي، زمالك، جزيره، اتحاد، اي حد مصاب. بس يعني بنقول يعني احنا عشان يبقى الموضوع يا جماعه فير، احنا يا ريت الناس كلها تعمل مسحه. احنا في النادي الاهلي عملت مسحه، ما فيش حد عمل مسحه. يعني انا دلوقتي كان ممكن نيجي نلعب بلعيبه عندها كورونا مثلا، ما نقولش ما ينفعش طبعا. احنا يعني لا ضميرنا ولا اخلاقنا ولا اخلاق النادي الاهلي هتخلينا نعمل كده. على فكره لا عمرو ولا عبد الفضيل عندهم اي اعراض، يعني اللعيبه يعني هي بس مجرد ان التحليل طلع فيه كورونا، لكن دي امانه ان احنا ما ينفعش ان احنا ايه نصيب بني ادم تاني. فيا ريت يعني نتمنى ان الناس كلها تعمل مسحه عشان نبقى في حتى اللعب واحنا بامان. احنا كلنا بنروح لاهالينا وكلنا يعني خايفين على حياه بعض، فبنتمنى بس ان المعيار يبقى واحد. شوف كابتن، وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني زي ما بنقول نجم النادي الاهلي الاول كابتن اشرف توفيق المدير الفني للفريق. كابتن اشرف الف مبروك الفوز برغم الظروف الصعبه، لكن اعتقد النهارده النادي الاهلي بمن حضر وقدرت تدير المباراه بكفاءه وتخرج باللي انت عايزه من المباراه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الولاد أدوا كويس قوي الحمد لله دفاعيا وهجوميا. يعني برغم الغيابات لكن شايفين النادي الاهلي ادى اداء مميز وخد اللي هو عايزه من المباراه والفوز، وكمان فوز المرتبط اعتقد خطوات مهمه جدا نحو النهائي. ان شاء الله ان شاء الله، انما لسه لازم نبقى لازم زي نفس الجمله اللي بتقال احنا لازم نرسبكت البطوله ورسبكت الخصم. يعني ان شاء الله ان شاء الله لسه في ماتشين، لسه يعني خلصنا شوط يعني لسه في ماتشين باذن الله. لكن اعتقد ان انت النهارده حققت الاهداف المرجوه من المباراه برغم النقص العدد الكبير. طبعا عندنا نقص كبير جدا جدا، اللعيبه يعني مؤثره، انما برضه احنا عندنا يعني الحمد لله عندنا بنش وعندنا لعيبه يعني تقدر بفضل الله تعوض يعني، والنهارده قدوا كويس الحمد لله.
كابتن اشرف، يعني برغم ان النادي الاهلي كان دايما هو زي ما بنقول المتسيد اللقاء وفرد رتمك وسيطرتك، لكن كنت شايفك دايما برضو لا اللعيبه بتعنفهم اول باول، حريص ان اللعيبه تخلص، ما فيش اي تهاون، كنت حريص طول المباراه، ان كنت مشدود شويه برضو، ممكن يكون احداث قبل المباراه شدتك. فرقه سبورتنج فرقه محترمه، ووائل مدرب من المدربين الشباب الواعدين، يعني من ولادي يعني اللي انا بعتز بيهم. صغيرين بيلعبوا يعني مش خسرانين حاجه، هم بيبنوا تيم، فهم بيلعبوا مش اندر بريشر. احنا عندنا تو يعني بريشر البطوله وبريشر جمهورنا وبريشر ان احنا كورونا والاصابات، فكان لازم انا احاول ادوس ان انا اكسب كتير عشان اي ظروف، ما اعرفش بكره في ايه، ما اعرفش سكور افريج ايه وكده كده، زائد ان انا عايز اوصل بالولاد لاداء دفاعي معين يساعدني في كومبيتيشن اعلى كمان. كابتن اشرف، يمكن وانت بتدير المباراه او بعد حتى المباراه لسه شايفينك اعتقد قلقان من بكره واللي لسه الظروف اللي ممكن تقابل الفريق خلال الايام المقبله. طبعا احنا في وضع يعني وضع استثنائي، ويعني انا على فضيل كان بيتمرن معايا اول امبارح بالليل، مخلص الساعه 10 طلع كورونا، ف 90% في ناس عندي كورونا، انما وات كان يدو، يعني انا قلت وبلغت اللي انا عايز اقوله، ويعني يكفي ان اقول لك ان الدوري الاوروبي اللي هو الفرق بيننا وبينهم 30 بونت في اي فرقه في الفيرست كلاس، يعني بيأجلوا لو في اتنين بس كورونا، اتنين كورونا لثلاث مرات، من حقك ثلاث مرات تأجل ان عندك اتنين كورونا. يعني عندنا يقول لك اوفر 6، اوفر 6 ده يعني كلام، قول لي لا انا مش هأجل، انما ما تقوليش اوفر 6، انما احنا بنحترم اي حاجه، والنادي الاهلي يعني النادي الاهلي يعني بيتصرف تصرفات كبيره قوي، احنا يعني نقدر نقول حاجات كتير قوي، انما النادي الاهلي بيتصرف تصرفات بتاعه النادي الاهلي لوحده يعني، انما انا متاكد لو اي حد غيرنا يعني صعب جدا ان هو يقبل كده يعني. شكرا كابتن، اتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا كابتن عاشر. يعني معانا كابتن هيثم مستمر في لقاءاتنا، ومعانا نجم من نجوم المباراه النهارده كابتن احمد مهيب نجم النادي الاهلي، ويمكن ثلاثياته النهارده كانت حاسمه في احداث اللقاء. كابتن احمد مهيب يعني احد الوافدين الجدد، بنحييك على مجهودك النهارده، اعتقد يعني اكثر من نجم غايب، لكن كنت قد المسؤوليه، واعتقد ان عملت مباراه كبيره، وثلاثياتك يعني ساهمت بنسبه كبيره في الفرق الكبير في البطن. اولا الحمد لله يعني على فوز النهارده، يعني فوز مهم طبعا، الماتش الاولاني رغم ان المرتبط الصغيرين كسبوا، بس احنا كان لازم ان احنا نكسب، يعني ان شاء الله ربنا يسهل بقى الخطوه الثانيه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت كده، الغيابات الكتيره دي مؤثره عندنا، مؤثره نفسيا ومؤثره في اللعب طبعا، بس يعني ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر يعني ان احنا نسد الثغرات اللي موجوده باذن الله. كابتن احمد، يعني رغم كل حاجه، لكن اعتقد زي ما شعرنا النهارده في الاستوديو شعار كابتن هيثم الاهلي بمن حضر. والله بالظبط، يعني الحمد لله، يعني ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كلنا يعني عايزين نعوض النقص، كل واحد بيحاول ينزل يعمل اللي عليه بالرغم من الاصابات. انا لسه النهارده اول ماتش، بقالي 3 اسابيع كان عندي شد في الضمه، اخدت شويه يعني بظروف الماتش النهارده عشان كابتن اشرف يعني يجهزني ان شاء الله ماتش الجمعه والحد والثلاث باذن الله على خير. فالحمد لله يعني انا مبسوط بالروح اللي الفرقه موجوده فيها، وان شاء الله ننافس على البطوله باذن الله. باذن الله. ده كان السؤال اللي بعد كده، البطوله ان شاء الله باذن الله قربت بنسبه كبيره من النادي الاهلي. والله هو احنا بنفكر فيها خطوه بخطوه، يعني اكيد نفسنا ان دوري المرتبط ده يبقى ان شاء الله بتاعنا بطوله في اول سيزون، بطوله مهمه تدينا دفعه كويسه لبقيه السيزون. الاولاد الصغيرين بيعملوا اللي عليهم، بيحاولوا يساعدونا، واحنا نفس الكلام بنحاول نساعدهم. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده، هناخدها خطوه خطوه، نخلص الماتش الثاني ان شاء الله ان شاء الله يعني على خير، ونفكر بقى ان شاء الله في البطوله. يعني ماتش بقى الاتحاد طبعا ماتش صعب، يعني اتمنى ان شاء الله كمان الغيابات دي هتكون مؤثره، بس احنا ان شاء الله نتمنى يعني نقدر نحاول نسد الغيابات دي، ونتمنى ان هم ان شاء الله يرجعوا عمرو الجندي، ايهاب امين، عبد الفضيل، ناس مؤثره جدا طبعا، فان شاء الله نتمنى يعني ان هم يلحقوا معانا ويعملوا مسحه ثانيه وتطلع نيجاتيف ان شاء الله. شكرا كابتن احمد، والتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا من ملعب المباراه عقب انتهاء مباراه الاهلي وسبورتنج في ذهاب دور المرتبط الدور قبل النهائي. ألف مبروك الفوز للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله يا رب دايما النادي الأهلي في انتصارات وفوز، والنادي الأهلي إن شاء الله رقم واحد دايما. كلمة ليك كابتن عيسي. الزميل محمد توفيق، بشكرك شكرا جزيلا ليك، ولقاءك كانت مهمة وفي أرض الملعب، وشفنا كابتن أحمد الجارحي، كابتن أشرف توفيق، وشفنا أيضا أحمد مهيب، الكل مركز، الكل بيعمل عليه، ولا ينقص غير توفيق الله سبحانه وتعالى.